بدكم الصراحه شباب وما حدا يزعل مني، محاضره الدكتور كثير كانت ناشفه، يعني كانه الواحد عم يكسر حجار. لا سيدي، مو المحاضره اللي كانت ناشفه، الدكتور هو اللي كانت خلقته ناشفه. بلا شو بدكم الدكتور يعملكم يعني بالمحاضره؟ يحكي لكم نكت ويسليكم؟ لك يا اخي ما قلنا هيك، بس يطري الجو شوي. ليش هيك قبض جد؟ ما بعرف. ولا شو رايك عاطي؟ شو يا حبيبي؟ لا اخ مو معنا بنوب. صباح الخير. معلش شباب، انا رح اشرح له. تفضل ارسطو زمانك، اشرح له. حبيبي عاطف، نحن والشباب كنا عم نتناقش اذا كانت المحاضره هي اللي ناشفه ولا الدكتور خلقته ناشفه. بقى انت شو رايك؟ الكليه كلها على بعضها ناشفه. العمش وندمان لاني سجلت هندسه كهرباء. ليش بقى عاطف؟ يا اخي ما عم تنهضم معي يا جماعه، ما عم تنهضم معي بنوب. لسه ما صار لك بالقصر الا من امبارح العصر، لساتك سنه اولى وعم تحكي هيك، شو بدك تحكي بعدين؟ مو هيك بقى احسن شيء الامور تنحسن من البدايه، بقى من اول الطريق ولا من اخره؟ شو قصدك؟ والله يا عماد انا عم فكر غير الفرع كله. شو هالحكي؟ وعلى شو بدك تغير؟ انا السنه الماضيه سجلت ادب انجليزي، رديت رجعت عدت البكالوريا وسجلت هندسه كهرباء مثل ما لك شايف، وعم فكر هلا اني ارجع رد داوم بالادب الانجليزي. ها، وطالما بدك ترجع للانجليزي ليش عدت البكالوريا لك؟ اخي هيك حيواني. هلا المهم، قررت ولا لسه؟ لا لسه ما قررت، بدي شاور اهلي بالاول. ها، ما رح اخذ تاني مره قرار لحالي. وليش بالله لما عدت البكالوريا ما شاورت اهلك؟ اخي خليها لله احسن شيء. روحوا نشرب لنا شي كاسه شاي، رح بيطق حلقي من النشاف. شرفوا شرفوا امشرف. صباح الخير ماما. اهلين ماما. صباح النور. تسلق لك بيت؟ لا يسلم ايديك، بكفي. عادي ليش واقفه؟ معلش يا حبيبي، مستعجله شوي. أنا نازل على المكتب، بدكم شيء؟ ما بدك تفطر؟ قلت هيك، باكل لي شيء لقمتين أحسن ما ضل على الريق. على فكرة، لا تنتظروني اليوم على الغداء لأني حتأخر. نحيا اللي قلت لي، أصبح ماما دبر حالك اليوم على الغداء، أنا كمان يمكن أتأخر. ليش شو في عندي؟ عاملين أكلة تبولة أنا والشلة. بابا ممكن آخذ من وقتك شوي؟ خير، شو في؟ في موضوع حابب أحكي معك بخصوص الدراسة. معلش بابا معلش، اجل لي يلا بعدين، انا تاخرت. لحظه شوي، لوين رايح؟ وصلني بطريقك، انا كمان تاخرت. بدك شيء ماما؟ لا سلام. يلا باي باي. تفضلي. شرفوا شباب، المحاضره رح تبلش. انا ما بدي احضر اليوم، مو جاي على بالي. وانا كمان يا شباب مو جاي على بالي احضر. هلا لا تعملوا لنا مشاكل، يا بنحضر كلنا سوا يا بنفقس كلنا سوا. طيب خلونا بس اليوم نفقس كلنا. ايه خلص فقسنا، وين بنروح؟ تنزلوا على كليه الاداب. ايه والله حلوه. دخيل الاداب. انا امشي. عيونك شرفوا يا عيني. يا عيني حبيبي عاطف، أنا يمكن أتأخر شوي لأني رح أنزل مع طنط وداد على السوق. سخن وكول. سأعود مساء بسبب انشغالي بالمشروع. تحياتي. لا لسه ما تغديت، وهلأ بدي اتغدى. ايه صح. وانا اذا بدك تعال تغدى معي، ما في حدا عندي بالبيت. ليش وين اهلك؟ بابا بالشغل وماما عندها زيارة. ايه بسيطة، طالعين بعد ساعة مشوار بالسيارة، تطلع معنا؟ انو سيارة؟ سيارة بابا. ليش ابوك طالع معنا؟ شبنا عاطف، معقول بابا يطلع معنا مشوار؟ انا اليوم رح اخذ السيارة لحالي. ايه بس على حد علمي انك ما بتعرف تسوق. مين قال الحكي؟ انا بعرف سوق، بس انا ما معي شهاده وبابا ما رضى يعني طالع لي. ولكن شلون بدك تسوق السياره بدون شهاده؟ ايش اول مره انا بسوق السياره بلا شهاده؟ بعدين انت لا تحكي الهم، انا بدبر حالي. طيب وشلون بدك تدبر حالك؟ هو علينا شبنا عاطف، صار لي 3 سنين بسرق مفاتيح السياره وبسوقها بدون شهاده، ولحد هلا ما في شرطي وقفني. ايه بس على حظي هلا بجوز شي 100 شرطي يوقفك اليوم.
هلا قل لي وخلصني وحاجتك لعي، بدك تطلع معنا ولا لا؟ لا بطلع بطلع معكم، اصلا شو بدي اعمل لحالي بالبيت؟ لكن بنمرق لعندك بعد ساعة، يلا سلام. لك يلا خفرش لك، مو سامع الزمور؟ لك فهمت فهمت، ضروري تسرع الحارة بزمورة. لك اطلع هلا، ناقصني محاضرات أنا. هلا أنت عن جد ما معك شهادة ولا عم تمزح يعني؟ ليكو التاني ليكو، لك مع مين جاي هالشب يا شباب؟ شباب معنا ساعة واحدة بس، وين نروح؟ روح وين ما بدك، المهم يكون مشوار فيه بلة قلب. طيب أنا ما عندي مشكلة، بس يا شباب عن جد ما بدنا مشوار فيه تلطيش بنات، إذا بتريدوا. لا لا عاطف، أنت هيك عم تصعب الأمور كتير علينا. بسام الله يخليك، نزل لي من السيارة لهاد، هذا واحد مو خرجه مشاوير. شوف عاطف، أي تعليق تاني اعتبر حالك صرت على الصيف. طلع طلع أنت قدامك، بلا ما تفوتنا بشي رصيف هلا. شباب شو رأيكم نروح على أبو رمانة؟ لا لا أخي أبو رمانة لا، حاكم هلا ملطش لنا شي بنت يطلع أبوها شي مسؤول، هوني كل المسائل. قلتك مو ناقصنا مشاكل، أصبح رح أنزل على الصاع، شو رأيك عاطف؟ ما لقيته إلا عاطف تستشيره، لك شو فهمه عاطف بالمناطق الحيوية؟ أنا برأيي نطلع على مشروع دمار، هلا بتكون حاكي هوني. وهو كذلك، إلى المشروع أيها الجيل الصاعد. ياهو! صباح الخير ماما، الفطور محطوط على الطاولة، أنا اضطريت أنزل بكير لأني رايحة مع طانت سلوى على بيروت نشتري شوية تياب. دير بالك على حالك وبس ترجع الأكل بالبراد، سخن وكل. حبيبي عاطف، أنا ما رح أجي على الغداء، تركت لك مصروفك تحت الورقة. خبر عاجل جدا شباب. خير يا طيب. اليوم ما في سيارة. وليش بقى؟ بابا عرف إني كنت سارق السيارة مبارح وعمل لي منفض مرتب. ايه بساهد، لك حدا بيسرق سيارة أبوه أنت التاني؟ فعلاً إنك إنسان تافه وعديم الشعور بالمسؤولية هالشاب، ها قسماً بالله ما أكون محل أبوه، لا أعرف لك رقبتك أعرف. الحق مو عليكم، الحق على بسام اللي عملكم بني آدمين وطلعكم بسيارته. يا عيني عليك يا عاطف، شو بتفهم؟ أصلاً أنت أفهم واحد بالشلة كلها. المهم هلأ شو بدنا نعمل؟ شلون بدنا نطلع من دون سيارة؟ خلص شو بدكم انتو، مندبر حالنا. وشلون مندبر حالنا؟ يا لطيف شو بدنا، بس نجتمع منحكي، وين بتحبوا تجتمعوا؟ اذا بدكم مروا لعندي على البيت ونطلع سوا. وهو كذلك، شايفك اليوم عاطف مو حابب تفوت على المحاضرة بنوب، بعدين وين كتبك؟ تركتهم جوا بالقاعة، مالي حابب احضر المحاضرة اليوم. ايه بس اليوم عنا عمل يا حبيبي، واذا ما حضرت بينقصوا لك علامات. يا سيدي وينقصوا، شو شايفني كتير مطول بالكلية؟ مالي مطول. صحيح عاطف، شو صار معك؟ حكيت مع أهلك بالموضوع؟ مبارح بابا وماما ما كانوا بالبيت، بركي اليوم إن شاء الله بفاتحهم بالموضوع. يا رب يا رب يوافقوا. شو أنا كتير مضايقك بالكلية؟ بدك تخلص مني بسرعة يعني؟ لك لا يا عاطف مو هيك قصدي، بس أنت لما بتصير بكلية الأداب بيصير لنا حجة نخفق رايحين جايين لهنيك. إيه والله مزبوط، يعني معقول ما نروح كل يوم نشق على رفيقنا؟ إيه كم عاطف نحن عنا؟ لا سيدي ما حذرته بنوب، لأني بس أرجع على الأداب ما عاد أتعرف عليكم إطلاقاً. وليش بقى حبيبي؟ هيك بقى حبيبي، حابب ارجع التفت لدراستي ودوامي وعوض كل شيء ان شاء الله راح علي. الله واو. واو.
أنا اضطريت سافر للأردن، رح غيب يومين. تحياتي للجميع. على فكرة ما رح أنسالك الهدية. عاطف، أنا اليوم معزومة مع خالتك ريما على الغداء. الأكل محطوط فوق الفرن، سخن وكل، وإن شاء الله بالهنا والشفا. مرحبا عاطف. سلامات. جاهز؟ أهلا. فوتوا فوتوا اشربوا قهوة. لا بدنا نمشي. هلا وقت القهوة أنت الثاني، امشي امشي عدمني إياك امشي. يلا شرف. أهلا وسهلا. مع السلامة يا هلا. بطلع على أصلي. شو بسام؟ وين السيارة اللي وعدتنا الدبرة نطلع فيها؟ السيارة موجودة. وينها؟ بس أنتوا بالأول مستعدين تعملوا مثل ما أنا بقلكم. ما بدنا نعرف شو بدك تعمل بالاول؟ رح نستعير هاي السيارة. ها، ومن مين بدنا نستعيرها؟ من مين يعني؟ من صاحبها. لك فهمنا عليك، بس وينه صاحبها؟ صاحبها مسافر برات البلد. شو قصدك يعني نسرقها؟ ولك هس وطي صوتك. مين قال بدنا نسرقها؟ بنطلع فيها ساعتين زمان وبنرجع بنصفها محلها، يا اما بنصفها بمحل تاني. اي نفس الشيء، يعني هاي اسمها سرقة. هذا ناوي يفضحنا ها؟ لك طول بالك عاطف، خلينا نفهم شو القصة. شباب اطمنوا، أنا دارس الموضوع منيح. هاي السيارة صار لها شهرين ما تحركت من أرضها، فإذا أخذناها ما حدا رح ينتبه. بسام والمفاتيح، يعني شلون بدك تفتحها؟ أنتوا هذا الموضوع اتركوه علي، أنا بتصرف، بس شو رأيكم؟ أنا موافق، بس على شرط. أنت بتفتحها وأنا بسوقها. يا سيدي كل واحد منا بسوقها نص ساعة. اتكلنا على الله. يلا. لا يا شباب معلش، انا عذروني معلش. شبك عاطف لا تكون جبان. شبنا عاطف، اللي بيصير عليك بيصير علينا حبيبي. شباب حبيبي بسام حاج ضيع وقت. يلا تيسر انت، نحن رح استناك هنيك. الله يفتح ابو الشاك. يلا موفق اخي موفق. شد همتك. يلا اطلعوا اطلعوا. يلا يلا بسام، صف على اليمين، صار دوري. صف على اليمين. لحتى ورجيكم شلون بسام ما تطلعوا معي بسواق. شرف شرف. مالك عاطف؟ ليش كل هالسرعة أولي؟ لحتى ورجيكم إنه بسام ما بيطلع له معي بسواق. انتبه يا أخي انتبه. ما شاء الله ما شاء الله عليكم. أنتوا الأربعة ما معكم شهادات سواقة وفوق منا سيارة مسروقة؟ عفوا سيدنا، نحن ما سرقناها، استعرناها عائلة بس. غزولة العمى ضربت من أوقعها. أنت اللي كنت عم تسوق السيارة ما هي؟ نعم سيدي. شو اسمك؟ عاطف رزاق سيدي. شو اسم أبوك وأمك؟ عم أقول لك شو اسم أبوك وأمك؟ شو طرشت؟ العم على هالقصة؟ لك شو اسم أبوك وأمك؟ احكي. هدول أبي وأمي سيدي. مثل ما عم بقول لك سيدي، هدول هن أبي وأمي.